بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي أحبائي الغالين نظر عيني المتابعين الزينين الطيبين، يا نظر يا حياتي، أنتوا وين ما كنتوا حبايبي، شكرا 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 على ما البارحة ما سويتوا وقلتوا. المهم بداية الخميس، الخميس يوم الخميس ليلة الجمعة، يوم كريم عند الله سبحانه وتعالى. اذكروا الله جل جلاله وصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، وزيدوا من الذكر الله، وزيدوا من الصلاة على رسول الله. يوم الخميس ليلة الجمعة. المهم حبايبنا، طبعا ان شاء الله بكون وياكم اول باول. البارح كان برنامج حلو والناس استانسوا من المكان اللي صرنا له، اللي هو مال التنظيف. صراحة اوصيكم عليه، ما بشغل شغل، الله اني رقت شني راقد ريشه ريشه ريشه، نشغلهم ونظافتهم ومحل، يعني ايش اقول لك، صدقه لا بنس، يعني السرفس سيارتك والسرفس بيتك وما السرفس عمرك، لا صابون البيت ما تيبك، هاي لا من فوق لفوق اسمه وين الجلد، لا مني وين شيء اسمه بعد الجلد، الجلد الميت. شو اقول لكم، انصحكم ان والله اني رقت كني ريشه خفيف خفيف. ايه في اماكن لو السير تدفع لكن تطلع انت مرتاح، والسير مكان تدفع وتما مثل ما هم. لا المهم ننتقل الى اليوم، مطبخنا الشعبي الموجود في قرية تسجيل السيارات، بنشوف ومن ثم بنتقل الى البداية. عندي شغل مشغله والله العظيم. هاي هلا هلا هلا، السلام عليكم. شو غداكم؟ العالم يسألون عن غداكم، شو غداكم؟ مطبخ قرية تسجيل السيارات، تعال. ها سلام عليك، شو غداك؟ اكشف، شل 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 شل, شل. ابو سمك، ايوه وين ابا الله، شوفوا شوفوا مهاراته، شوفوا شغله، عدل عطه عطه عطه. السمك المقلي بابهاراته الغاويه مع المجبور صور مقله وكل شيء. المهم وارجع، طول الله عمركم يا طويل العمر، مشواري البداير، عندي مطابقة. الله افتح الثلاجة، افتح الثلاجة، هاي المهيا وهي عيني على المهيا والحرية. شوفوا هي مهياوة، هي مخمرية، هي زعفران، هي نعم. شوفوا 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 باردة ومبردة وسرسح مهياوة الحرية، نعم هي مت ما شاء الله، جدر ولا جدر الصلاة على النبي محمد. نعم قال، شو قال حرية؟ قال اوقف على مالك ولا عشرة من عمالك اكيد. انزين والحين طبعا ابغي اطابق بين مطبخ البداير والمطبخ الجديد في الجلسات الشعبية. هلا هلا، مساكم الله بالخير والنور والسعادة. نحن طبعا وصلنا إلى البداير استعدادا إلى اليوم الوطني والأيام الإجازات، وهذا لابد نحطي النقاط على الحروف على ما يقولون. فمن مطعم البداير أبو تعال محمد، شو جايب عندي هذا بعد؟ بعد ييت ما شاء الله، والهدايا قدامي، اللهم صلي على النبي محمد. بعد نفس الشيء على الورقة، شو هاي التخزين، التوصيل، التوصيل ما يخصنا التوصيل، بطل بطل بطل. شو بيهن هنطالع نحن حتى جمهورنا ومتابعينا الغالين يشوفون الموجود الميوب حرية. هي نعم انا ما اطم عليهم طبعا. طلع طلع طلع، استعيل شوي عانا شوي شوي، هذه دلة يعرفوني انا احب الادلال، نعم، واحب الاملال والجدور والملاليس. ايه بطل طلع، شو هذا؟ هي القهوة، ايه قهوة، قايل ايه قهوة قهوة. مشكور يا راعي القهوة، فنيان الضيف والكيف والسيف. الله بالتقليد الشعبي بعد، مشكور بعد، لا يا بلي فوق هدلة، يعني يرب ان شاء الله. شكرا على قهوتك ووصلت، وبيربها من عيني وراسي، واليوم القهوة اعطيكم الضوء الاخضر وبحطي عنوانه الريال. اما الحين خلنا في ياسن، اني راجع بعد مكان ثاني عندي شغل. ان شاء الله وصلت حديدك على العين والراس، بارك طيب مره، شكلها ما شاء الله. انا ما اروم اشرط، ما اروم مثل ما قلت لكم، ما اروم امدح الشيء الا اول اشوفه. اصبروا علي عاد، اليوم ولا باكر بسوي القهوه من البداير. الله عاد صنفنا عند غدا اليوم عشان نستعد، وانا ياس بعد
جايب لي نموذج من العطورات الغاويه بعد ما نزلوها ان شاء الله بتنزل خلال الايام، بس قالوا حريه الربع ان شاء الله بنجربها. طبعا انا مع واحد من المواطن من ربعنا من الشارجه، وهذا غدانا اليوم مشبوس عدين والعلامه قلت رفرف الله الله. هي نعم وين صار العلم العوده اكو الغيوم والاجواء اللطيفه، وعقبها عقب الغداء بنترشرش بهذا العطر. هذا مال الفراش ولا مش قايل؟ مال الفراش. مال الفراش ان شاء الله، يعني بعطر الزوالي بداير استقبال الزبائن والجمهور.